اللواء احمد الهيتمي محافظ السويس. فعلا. وكلمنا بقى عن المحافظه ازاي استعدت، ازاي تجملت. المدينه نفسها تعتبر مزار، يعني لما تبقى فيها النظافه توصل لمرحله. الاول معانا تقرير عن مشاكل الشارع السويسي، نتابعه مع حضراتكم وارجع واسمع تعليق سياده المحافظ. الميه وحشه جدا في السويس، زباله في الشوارع، البطاله كتير، الصرف الصحي مفيش، مزار ما عندناش جهاز تجميل ونظافه صح. التصوير ده مش من دلوقتي، احنا صورنا الكلام ده النهارده الصبح. ده من قبل ما دخلت انا المحافظه، بعدها باسبوع تقريبا التصوير ده. طب اللي بيصور اول انا مسكت التصوير ده. لا والله يا فندم التصوير ده حصل. جيبي اي تليفون يتكلم هيكلم غير كده خالص. انت فتحنا تليفوناتنا بناء على رغبه حضرتك. الاعمده في مدينه السلامه سعاده الباشا كلها مظلمه بالليل. السويس محتاجه لحاجات كتير، محتاجه النظافه. الامن، مفيش امن في السلام، كل يوم في حادثه. الكلاب بقت اكتر من البنادمين في السويس. شارع طوله 100 متر بتلاقي فيه 24 كلب و26 كلب، الاولاد ما بيعرفوش يمشوا. استاذ المحافظ بيقول لك ان احنا نبيع. انا ما قلتش الكلاب ده اولا. في جمعيه بتشتري الكلاب تبقى متصدره. طب قولي لي انا هقول لك حاجه. انا بتكلم وانا عارف بقول ايه. ايوه قول حضرتك، ما انا مع حضرتك. انا ما قلتش ان احنا نبيع الكلاب. هم دلوقتي جاهزين للبيع كمان. ما قلتش كده خالص. انت بتسمع مين الكلمه دي؟ يعني احنا بقينا نصدر كلاب في السويس؟ ايه؟ كلاب في السويس دلوقتي 90% منها مش موجود. انا قلت نبيع الكلاب؟ انت تصدر الجيم. لا ما قلتهاش خالص دي. بيع وخد الفلوس ليك انت ونكمل. هي اكيد اكيد هي نفسها مش من السويس.